لحوم ايه ومحافظات ومشاكل ايه. ايه ده؟ دي مش احداث الاسبوع الحقيقيه. احداث الاسبوع الحقيقيه هي الاحداث اللي انا بحطها في التقرير بتاعي، هو ده اللي بيحصل حقيقي في مصر. لكن اللي انتوا قاعدين تقولوه ده وبتسموه كلام تاني، ده لا علاقه له باي حاجه في البلد. طيب نشوف احداث الاسبوع من منظور الاستاذ محمد سماح. If I had to live my life without you near me, the days would all be empty. اللحظة اللي بتقف فيها عقارب الساعة في حالة ثبات، لا بتخش يمين ولا شمال. اللحظة اللي العين تتحبس فيها الدمعة مكسوفة تنزل على الخدود. محدش بيتجرح قوي إلا لما بيحب قوي. والضحكة تكون خفيفة من غير صوت. واللي في القلب يطلع على الوش من غير مكياج ولا فلاتر، يبقى انت اكيد اكيد شاب رومانسي فحت. انا عايز اجيب 11 عيل. مساء الخير. الاسبوع ده هو اسبوع الحب بلا نقاش. الرومانسيه بقت بتجري في دم الناس، وده بان بشكل فظيع من ساعه ما حماقي نزل البومه الجديد. يعني درجه النحنحه عند الناس وصلت للا منتهاها بجد. الناس بقت تمشي في الشارع بتقول اه ده انا نفسي ما خدتش يوم يومين. ايوه يوم ولا يومين؟ يوم ولا يومين يعني؟ لا لا لا، قبل ينهار ينهار، ده سؤال مهم. يوم ولا يومين؟ من يومين ثلاثة اتسألت علي. دي نفس الأغنية ولا ايه؟ واحدة تانية؟ من اللي قلت. طب هو جاوب على السؤال الأولاني. فات قرب عليا وخد ثلاثة أربع حاجات. انت برضو مريت بتجربتين أو ثلاثة. طب نروح لموضوع تاني بقى لغاية ما حماقي يجمع. نرجع نحب حريص شوية، وده يتوقف وده يتحقق معاه وده يا يوسف او يرفت. يوسف ما بيسكتش، عايز اقول له حاجه وما الى ذلك. ده بيفكر يا يوسف هنتفضح بقصه مهمه جدا. يا يوسف هيمشونا من اون ويودونا قناه سما المصري. صح التعبير او تاريخ الرساله. يا يوسف كم يعني ايدك عليه روج. على سبيل المثال ايه اللي عليها؟ حد يقول لي الكم يا عم. لا انت بتقولوا ايدي عليها. بص يا عم مش روج، ده من الشماسه بتاعت العربيه. عشان بيقول لازم ايدك بالراحه عليها. اح والله عليها بتاع الشماسه بتاعت العربيه، بيبقى عليها وبر احمر كده مش عارف حاطينه ليه. لا الشماسه خلاص يا يوسف، تو ماتش ديتيلز. يعني بس نبقى واضحين مع بعض. عوض قال لي ايه؟ قال لي لازم ايدك بالراحه. عوض مين؟ ما تجودش يا يوسف نفسك. فطبعا ان مفيش على راسي بطحه، فانا تمام. بص اهي اهي يا عم اهي يا عم، احنا مامي. انا اسف طلعت شمامه شماسه. مين تاني رومانسي؟ دي ده الدبدوب الأكبر عندنا، وده الدبدوب اللي الناس كتير في عيد الفالنتاين. الفالنتاين ودبدوب غيره. أنا اسمي محمد فوزي من اسكندرية، وبحب بنت اسمها هدى. بس بتحب إيه؟ ما سمعتش. بحب بنت اسمها هدى. بتحب بنت اسمها هدى؟ مدحت شلبي طلع رومانسي وجو. الله الله الله، واخدنا انا كوبري يعني. لا كوبري ايه، ما تقولش على نفسك كده. ايه فاكر نفسك حسام غالي ولا ايه؟ اللي بعده. اقطع بقى، لا ما تقطعش عليا، اقطع على وشه. ايه ده تامر؟ اوه ستات. انا ممكن اقول مثلا الستات عامله زي المانجا والفراوله والموز وبتاع وازواق، والرجاله بيحبوا. وده مش تحرش؟ وده مش تحرش؟ اللي حضرتك بتقوله ده تحرش؟ ده تحرش لفظي احنا لا نسمح بيه. هو التحرش هو ايه ده؟ في ايه اللي جابك هنا تاني؟ فاكر انت فاكر ان التحرش بالجسم؟ التحرش باللمس. التحرش بيبتدي باللفظ الاول، بيبتدي بالنظر ثم اللفظ ثم التلامس الجسدي، ده اخر حاجه. فضيلك بقى المتحرش ده. فاكر لما قلت لياسمين الخطيب انا لو جوزك اهريكي مشاعر واحاسيس بس انت يا جدعان فين ياسمين الخطيب دي؟ يا لهوي هو ده الخطيب؟ اهلا بيبو 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 يا سلام يا خطيب. يعني انا لو جوزك عايزه مشاعر اديكي مشاعر اغرقك مشاعر. فين التحرش ده؟ انت اعلامي، ده بره الهوا. طب ارد بقى بدل ما اقوم اعمل الكلاشة معاكوا زي ما بيقولوا. طب انت رجعت البيت عادي وشيرين؟ مسخره. مش ممكن شربات. باي باي يا تامر. انا مش فاهم ليه الفيسبوك والدنيا كلها اتقلبت على جواز الفنان سعيد طرابيك. ايه يعني راجل واتجوز؟ في فرق سن؟ طب احنا مالنا؟ احنا ليه شعب حاشر مناخيره في كل حاجه؟ لا الف مبروك يا استاذ سعيد. احنا سعداء ومتشرفين ان ده اول ظهور يعني للزوجين. برحب بوجود حضرتك معانا.
اهلا بيك يا استاذي. الله يخليك الله يخليك. اذا انتوا طلعتوا في التلفزيون، طب سكريبت بقى. ورحب طبعا بالعروسه الفنانه ساره طار. اهلا بيكي والف مبروك. الله يبارك فيك. حلو مش كده؟ وش كده؟ انا عايز اجيب 11 عيل في الشهر. فليه لا؟ ربنا يدينا الصحه يا رب. يا رب ويدينا انا كمان. بس الواحد بيحتار في عيل دلوقتي يا عم سعيد. مين ده؟ يعني الواحد يجيب العيل ويحتار فيه تربيه. اقول لك ليه؟ اقول لك لان انا عايز اوديه مدرسه اجنبيه، وان انا عايز اوديه اعمل له في النادي، وبعدين عايز البسه اديداس. ولا جيبه وارميه في الشارع عادي. الاستاذه سميحه. ايوه اتفضلي يا فندم. ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. الله يخليك. انا بقول للاستاذ سعيد مبروك، قول له سميحه الصرفي بتسلم عليك. الله يبارك في حضرتك. استاذه سميحه الصرفي بتسلم عليك. اهلا وسهلا. اهلا بك. ازاي حضرتك؟ الف مبروك. الله يبارك فيك. انت سميحه الصرفي اللي انا متخيلها. ايه ده في ايه؟ اتمنى له التوفيق. بي بي بيسال حضرتك بيقول لك انت سميحه الصرفي اللي هو متخيلها؟ ايوه. مش انت بتاعت شارع زين العابدين؟ ايوه. ازيك يا سميحه؟ ازاي حضرتك؟ الله يخلي حضرتك. ده ما بقاش برنامج، ده بقى طهور. بص البصه. ايه ده يا اختي؟ ده من اولها كده خيانه. اه كان عندهم مقله جميله جدا كبيره. مقله الصرف دي في شارع زين العابدين. صحيح انا نسيت، كنت عايز اتكلم على موضوع احمد الشيخ اللي تسبب في ازمه بين النادي الاهلي ونادي الزمالك. نحكي اللي حصل من الاول. المستشار مرتضى منصور، اقسم بالله جيبك ملبوس. بس ودي كانت احداث الاسبوع وخلص التقرير على كده. سلام عليكم. غاوي مشاكل بس انا ماليش دعوه، في مساحه معينه كده ما بقتربش منها، خليه هو يتحمل بقى الاستاذ سماحه نتائج.